السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة فصلت صفحة 478. بداية: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أن
كان الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه أنا طبعا فقضاهن حكيتها في الفيديو السابق. المهم انتبهوا لكلمة أم راها الميم أم وليس أم 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 راها. طيب صاعقة مثل صا 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 مطبق الرسل الرسل الراء طبعا مفخمة أرسلتم أرسلتم
الراء على وضع الساكن واللام على وضع الساكن والزمن متساوي. توسط. من أشد منا قوة؟ تمام، قوة. هنا الواو إيش عليها؟ نبر، بس من غير ما تضغطي مخرج الواو. صر صرا، ريحا صر صرا. غنة الإخفاء مفخمة، والصاد والراء والصاد والراء والألف، كل هاي مفخم. تمام. لا ينص، ينصرون. واضح؟ الغنة مفخمة. سمعهم وأبصارهم وجلودهم. واضح الرجوع إلى الساكن؟ انتبهوا، الباء طلقة على وضع الساكن، الميم قبلها ها مضمومة بترجعوا لوضع الساكن، وهكذا. قالوا أنط، أنطقنا، أنطق، أنطقنا. انتبهوا. ظننتم ظ، ولكن ظ. الغنة مفخمة والظ مفخمة والباقي كله مرقق. فأصبحتم، ما تقولوش فأصبح. تب. وقيا، وقيضنا، وقيضنا. الضاد رخاوة مفخمة مطبقة والياء عليها نبر. وقيا، وقيضنا. كله سهل. دارو، دار الخلد. ما تقول دارو، لا مش دا، دارو، دار الخلد. يجحدون. اللذين، انتبهوا هنا، أرنا اللذين، مش الذين، في ناس بيقولوا الذين، اللذين أضاء، أضلانا. نج، نجعل، نجعلهما، نجعلهما تحت أقدامنا. من غيظهم، من غيظهم حينحطوا تحت الأقدام. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أعتقد واضحة الصور الآيات، وإن شاء الله ما يكونش فيه أي مشكلة في تلاوتها. المهم اجلسي جلسة صحيحة، خدي نفس عميق قبل ما تقرأي، واقرأي معي وليس بعدي، يعني اسمعيني مرة واقرأي معي مرة، وإن شاء الله أمورك حتصير مية مية. إلى اللقاء.